أخوة الوكلاء، أخوة مدراء العموم، أخوة القادة العسكريون الأمنيون، أخ مدير كلية الشرطة، طلبة أبنائي، اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات وتهاني فخامة الرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل مواطن، وأنا أنقل إليكم أيضا تحيات وتهاني وتبركات قيادة السلطة المحلية في حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية. هذه الزيارة مختصرة جدا، حبيت أنا أرى مستوى جاهزيتكم وأنا أطلع على أحوالكم، ولذلك أنني لن أطيل عليكم. لظروف أمنية معينة رفعت درجة الاستعداد القتالي يوم أمس في جميع وحدات العسكرية والأمنية في المحافظة بما فيهم كلية الشرطة. بمجرد زوال هذا الخطر الذي أبلغنا به، سنسمح بالانتظام في الإجازات. فمروركم اليوم أمامنا كان رائع، لحقيقة الأمر رائع جدا. أقول لكم أنا لفترة طويلة لم أمر عليكم لانشغالي، لكن اليوم رأيته ويسرني جدا، سر جميع القادة. نريد هذه الكلية تكون نموذج لأي كليات يمنية في المستقبل إن شاء الله. ولذلك الأمر متروك لقيادة الكلية، نحن وفرنا كل شيء يلزم لهذه الكلية في ظروف جدا صعبة واستثنائية وعلى حساب قطاعات أخرى. أجانا هذه الكلية وطورنا، وسنستمر في دعمها وتطويرها. أيضا أبناء الطلبة عليهم الاجتهاد، تثبيت الانضباط، رفع معارفهم النظرية والعملية. في ختام الأمر بشكر مدير الكلية نوابه أي التدريس في الكلية، وبشكر أبناء الطلبة على هذه الروح المعنوية على هذا الأداء الذي ظهروا به اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج سالمين البحسني، الإخوة الوكلاء، الإخوة القادة العسكريون والأمنيون، الإخوة مدراء العموم، الإخوة ضباط ومنتسبي كلية الشرطة، الإخوة ممثلو وسائل الإعلام الحاضرون جميعاً، نرحب بكم في هذه الصباحية التي يزورنا فيها القائد والمشرف على كل الوحدات العسكرية والأمنية والمؤسسات الرسمية والمدنية، قائدنا فرج سالمين البحسني وجميع الحاضرين. هؤلاء هم طلبة كلية الشرطة الذين رأيتموهم وما قدموه من عرض متواضع، نتمنى أن يكون قد نال استحسانكم، وإن شاء الله يكون في المرات القادمة الأداء أفضل وأفضل. وهذا الصرح التعليمي كمنجز استراتيجي من منجزات قيادة حضرموت ورئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وكل من ساهم في هذا المنجز، يجب أن نحافظ عليه ونعض عليه بالنواجذ. هذا المنجز لم يكن لولا أن هناك إرادة وتصميم من قبل المحافظ نائب الرئيس، رغم الظروف الصعبة والتعقيدات التي تمر بها المرحلة والوطن عموما وحاله، سنظل نحفر في الجدار
إما فتحنا ثغرة في النور أو متنا على ظهر الجدار. هكذا حاله، ليس مدحا ولا تملقا بل واقعا ملموسا رأي العين. نتمنى للجميع أن يكونوا في خير وصحة وعافية، ونقول كل عام وأنتم بخير. ونحن هنا في هذا الميدان وفي هذا الصرح التعليمي والتدريبي تلقينا أوامر نائب الرئيس بالبقاء حتى أمر أو إشعار آخر، رغم تلهف جميع الطلبة وأبنائه بعد قضاء الاختبارات أن يكونوا بين ذويهم وأهليهم، ولكن هي العسكرة، هو الانضباط، هو الانتظام، وأي أمر نحن رهن الإشارة ومستعدون لتنفيذه، سواء كان فيه نوعا من المشقة علينا فنحن نضحي من أجل هذا البلد، ومنتظمون ومنفذون لأوامر القيادة. والأمر إلى قائدنا إذا رأى أن لا ضرورة هناك، يعني في الاستئذان نستأذنه أسبوع، لكن إذا هناك ضرورة فالأمر إليه